ما رخصتش والله، جديدة نازلة من شوالها ب10 جنيه بيبقى ب14 جنيه. ما كانت ب15 جبنا وبعنا، ب14 جبنا وبعنا، دلوقتي ب10 برضه بنجيب وبنبيع. وخلي بالك اليومين الجايين هتحط وهترسع تاني، لان المستهلك الجديد طلع وخير بلدنا جميل وحلو، وكل ربنا ميسر الحال في كل حاجه. بس بقى التاجر بقى اللي هو واحد يمسك في دي ويمسك في دي ويلعب السوق بمزاجه. طب ليه؟ رخصة كتير. ها؟ ما انا لسه بقول لك الجديده ابتدت تنزل واسعارها هاديه شويه للناس اللي مش هتقدر تجيب ب14 او ب15. كانت الاول ب12 وب10، دلوقتي ب8 وب7. عندي ب12 وعندي ب10 وعندي ب8 جديده. والله هو اللي احنا لاحظناه انها كانت ب18 وجت من وقت الاول كانوا بيقولوا ب20، بس هي دلوقتي النهارده انا اشتريتها الصراحه تحمير البطاطس الجديدة. لا ممكن قدامك تحمير وبعد كده هي ايه مش تحمير، بتبقى طرية في الزيت، ما تطلعها من الزيت تبقى طرية. لا عشان دي قديمة، التانية فيها مية ممكن ما تتحمرش. لا هي الجديدة دي جديدة، اه ممكن ما تتحمرش عشان مليانة مية، لسه طالعة من الطين دلوقتي. انا ما اقدرش اجيب الجديدة دلوقتي عشان الفرش ده معروف اللي هو البطاطس التحمير، معروف هنا بطاطس التحمير، ما فيش زبونة تيجي وتقول لي بطاطسك مش تحمير. سمعنا بقى البطاطس، لان كل الشعب المصري بياكل بطاطس، مفيش ولا بيت في الشعب المصري كله ما عندوش بطاطس. والله انا باخد عشان عندي اطفال، فباخد يعني باخد مثلا 4 كيلو، باخد مثلا 2 كيلو 3 كيلو، لكن عمري ما اخدت كيلو، مش عارفه البطاطس بتوزن يعني، فدايما باخد كميه يعني. اصل البطاطس دي حاجه حيويه، دي من الحاجات الحيويه، البطاطس والطماطم والبصل دي حاجات حيويه، ما ينفعش بيتنا يعني. انت ممكن ما يبقاش عندك لحمه، ممكن ما يبقاش عندك فراخ، لكن البطاطس هتنفعي تعملي منها غدا، تعملي منها عشاء، ممكن برده هتعملي جنبها مثلا سلطه جنب الاكل في الغدا، فدي حاجات حيويه.